نحاس باش كتخدم؟ هذا نحاس باش كنخدمه. واللي واللي بغى غير نحاس بحال النقره كلشي كاين. كتخدموا لي بالنقره؟ كلشي كاين. النقره كاين، النقره كاين، المعدن كاين، النحاس كاين، كلشي على حساب بنادم شنو باغي. هادشي هو اللي كاين. هذا واش كيطلب وقت كبير؟ ايه وقت كبير. هذا دابا راه مشى دابا 25 يوم وانا فيه وباقي ما كاملش. يعني كيوصل حتى شهرين؟ يقدر شهرين كاع. شهر ونص تقريبا هكذاك بحال هكذاك شهرين. اه باش يكمل الصندوق. ها انتم كما كتشوفوا، شوفوا العظم، العظم ديال الكرعين. اه ديال الكرعين. ها انتم كما كتشوفوا العظم ديال الكرعين باش كتبارك الله غتشوفوا بيبان تبارك الله من العظم. حتى حاجه ما تضيع، حتى حاجه، كلشي خدموا به ياك؟ كلشي كنخدموا به طبيعه الحال. حيت اول حاجه كنجيبوا بحال كما قلتي هاد البيبان القدام. اه البيبان اللي انتهت الصلاحيه ديالهم. اه حنا كنجيبوهم تنرمموهم، تنزيدوا عليهم بزاف ديال الحوايج، يا اما العظم كما كتشوفي بحال هكذا اللي كيرميو الناس ديك الساعه و... العظم الكرعين هكذاك ديال الجمال، اي حاجه اي حاجه كنجمعوها وكنعاودوا نرمموها اني وكترجع كترجع بحال قلتي تترد ليه الحياه الجديده ديالو. وهادشي اللي كان تنزيدوا عليه نيت المعادن الفضه على حسب هكذاك على حسب الزبون شنو بغى، واي حاجه بغى حنا كنوفروها ليه. وكيطلع الباب بحال قلتي شي حاجه نيت تترجع ليه القيمه ديالو الاصيليه، ماشي بحال تخليه بحال هكذا كما كتشوف هكذا انت دابا. هذا قديم في الاول ديالو راه شي حاجه ما كايناش. اه ولكن مع كتجيب انت وتتهز هكذاك يعني كيدوز مراحل بزاف ديال المراحل. اول حاجه كتجيب نيت بحال هكذا تتزيدوا، اول حاجه كتزيدوا العود بحال هكذا كنقبضوا عاوتاني كنحفروهم، تتزيد تتحفرهم عاد تنغرسوا العظم وسط منهم بحال داك الشكل هذا كما شفتي داك الباب راه تحفره من بعد باي بيعاود يعمر عاوتاني. هما البيبان هادو كيعمر هنا بداك العظم ياك هكذاك كما كتشوفي. اول حاجه تنديروا لي ديسان ديال بحال الشكل ديال الشجره. آه كيتحفر بحال هكذا، من بعد كنجيبوا بحال هاد العظم هكذا كيتحكوا تيتبولوا عاد تنديروهم وسط هاد البلايص هادو كيعمروا كنزيدوا عليه البودر ديال العظم نيت مع الكولا وكيلصقوا بلاصتهم عاد تيبونصا ويتقاد ومن بعد تيبان نيت لا تتكون ليه الزيت. آه الزيت ديال تيبقى تقليل هكذاك. آه